كمان نطمن على البعثة، بعثة النادي الأهلي غادرت النهارده جوهانسبرغ عاصمة جنوب أفريقيا في طريقها للدوحة استعدادا للسوبر الأفريقي. اتحركوا الساعة 11 صباحا زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة، وهيوصلوا أسوان ترانزيت لمدة ساعة عشان الطيارة تزود بالوقود، وبعد كده اتحركوا مباشرة، يعني هم هيوصلوا الساعة 8 بإذن الله سالمين لأسوان، بعد كده اتحركوا الساعة 9 عشان يوصلوا تقريبا الساعة 12 ونص صباحا للدوحة، ومن بكرة بإذن الله يبتدي الاستعداد لمباراة نهضة بركان. بالمناسبة مباراة غاية في الصعوبة، ممكن في ناس كتير متابعة نهضة بركان مش ماشي بالشكل الجيد في الدوري المغربي، ما بيمرش بأفضل ظروفه، لكن دي مباراة كؤوس، كل الكلام ده مش مقاييس إطلاقا إطلاقا. فرقة كبيرة لها احترامها، بطلة الكونفدرالية، فبالتالي المنافسة هتكون صعبة جدا، إن شاء الله الأهلي يكون موفق. جمهور كمان جنوب أفريقيا دعم مؤمن زكريا، وده لما كانوا متواجدين في المطار بيودعوا النادي الأهلي واحتفلوا على طريقة مؤمن زكريا. طبعا مؤمن زكريا أحد النجوم الكبار اللي بنتمنى له دايما الشفاء العاجل ويرجع لمكانه بإذن الله تعالى. كمان الجالية المصرية وجماهير جنوب أفريقيا كانوا متواجدين في المطار زي ما قلت لكم عشان يودعوا البعثة، وكانوا حريصين جدا على التقاط الصور التذكارية مع الكابتن محمود الخطيب وبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، وكتبوا بعض اللافتات التشجيعية للاعبي النادي الأهلي قبل السفر لقطر عشان نلعب مباراة السوبر. كمان رئيس الجالية المصرية في جنوب أفريقيا اللي هو الأستاذ محمد سعد، والراجل ده في الحقيقة بيعمل مجهودات عظيمة جدا جدا لما يكون النادي الأهلي موجود في جنوب أفريقيا، كان حريص قوي ان هو يكون معاهم في مقر الإقامة ويوصلهم لحد المطار عشان يعني يسهل أي عقبات وأي إجراءات إدارية خاصة بالسفر، فده أمر جيد ويحترم بكل تأكيد. الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ليه بعض التصريحات، وبصراحة الراجل ده يا جماعة ما فيش سفرية أنا كنت موجود فيها أو هو سافر فيها غير لما الأهلي كان بيكسب يعني، فالراجل ده دايما وشه حلو على الأهلي. هو إن شاء الله أعتقد أكيد يعني مسافر على قطر كمان إن شاء الله يرجع بالسوبر مع كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين إن شاء الله عشان يفرحوا كل الأهلاوية. وكان ليه تصريحات قال ايه، قال لعبوا الاهلي رجاله وجمهور الاهلي يستحق الفرحه. طبعا الجمهور يستحق الفرحه لان هو اكبر داعم لكيان النادي الاهلي، لكن فعلا لعبوا النادي الاهلي كانوا رجاله بشكل ملحوظ وقدروا ان هم يحققوا المطلوب. اخيرا عشان اختم اخبار سريعا، موسيماني هيجتمع مع جهازه المعاون عشان يحضروا الفريق نهضه بركان وازاي نواجهه في مباراه يوم الجمعه، وكمان في مسحه طبيه لبعثه النادي الاهلي اول ما يوصلوا باذن الله للدوحه علشان بعد المسحه دي يخشوا في الفقاعه الخاصه بيهم على غرار ما حدث في كاس العالم للانديه، وده امر متبع طبقا للبروتوكول الطبي في قطر. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. دي كانت بعض الاخبار الهامه جدا اللي بتخص النادي الاهلي.